التنزانية في هذه الأمسية مع ثلاث تغييرات. قلت قديورة موجود في كرسي الاحتياط رفقة طايدار وبالفضيل، هذا الثلاثي الذي لعب مباراة الذهاب. ضربة الانطلاقة أعطيت من قبل الحكم الكامروني اليوم من يوم، وانطلاقة من إسلام سليماني على الجهة اليمنى فيها، والكرة توزيع من إسلام. أوبا بابا، جول 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 جول، يا له من سيناريو ويا له من بداية. في الثانية 38 ياسين إبراهيم يفتح مجرى التسجيل، هدف السادس مع المنتخب. بالله عليكم، هل هي بداية مثل هذه؟ هدف مقابل صفر للجزائر من أول لعبة وأول تدخل من إسلام سليماني على الجهة اليمنى، يمرر على طبق في اتجاه ياسين، وأولى أهداف المباريات المباراة في الثانية 38 من عمر المباراة. الانطلاقة من رياض محرز مجددا، التمرير في اتجاه إسلام خلف المدافعين، التوزيع من إسلام أرضية زاحفة رائعة. ياسين لا يفوت ولا يضيع مثل هذه الكرات في الزاوية اليمنى من هناك من مرمى الحارس علي مصطفى. أول أهداف المباراة لصالح المنتخب الجزائري في أول دقيقة من عمر هذه المباراة، هذا الهدف الذي يريحهم أكثر. قلنا بأن عناصر المنتخب الجزائري اليوم طبعا على موعد مع الفوز والتأهل للدور الثالث والأخير، وأيضا على موعد مع رد الاعتبار، لأن الجماهير منتخب الجزائر في 22 مباراة مخالفة من حوالي 30 متر أو 26 متر لفوز غلام في تنفيذ هذه المخالفة المباشرة. كراته الساقطة ستسقط على رأس علي مصطفى في هذه المخالفة. فوز غلام أمام علي مصطفى، ياخذ كامل وقته، يركز كثيرا حكم المباراة، يحترم المسافة القانونية، يقول له سيبون خلاص رانا عارف وين نحطها وعارف كيف نسددها، وهي الوضعيات السانحة بالنسبة إلي. فوزي غلام يستعيد، فوزي غلام يتقدم، فوزي غلام يسدد، جول 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 جول. صاروخ أرض جو، فوزي غلام يرسل صاروخ فوق راس علي مصطفى، والهدف الثاني للمنتخب الجزائري. قالوا لا، قال لهم بيا اعرف ماذا سافعل، ساسدد واطلق الصاروخ برجلي اليسرى. بوم يا فوزي غلام، لم يشاهد شيئا حارس المرمى، فوزي يسجل الثاني ببراعة وامتياز. جول يا فوزي، جول يا فوزي، جول. بوم مرة ثانية من كل الزوايا، فوزي غلام يسجل الثاني للخضر. الكرة في جهة والحارس في جهة، لو لمستها لك كسرت يديك. هدف ثاني للمنتخب الجزائري من فوزي غلام، هو الثالث للغلام. موجود عيسى مندي، وموجود بالقرب في القائمة الثانية، وموجود إسلام، وموجود الكرة في القائمة الأول والتغطية الدفاعية رجعت لفوزي. فوزي يبحث عن ياسين، ياسين وصلت الكرة، طلبها فوزي، وصل ياسين محتفظ بالكرة. ياسين، ياسين يبحث عن الخطأ مرة أخرى. ياسين ياسين وصل لغلام، كرة صعبة للمنتخب الجزائري، فوزي غلام لمحرز، جول 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 جول. عالم يا رياض، عالم يا رياض، جول. ثالث أهداف المنتخب الجزائري، أهداف عالمية. ياسين فعلها من هناك ومرر لغلام، فوزي يمرر لرياض، يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري، هدف الرابع في 22 مباراة. بالثلاثية بالثقيل يقصف المنتخب الجزائري اليوم. أوب يا ياسين ماذا فعلت، أوب يا ياسين ماذا فعلت. مراوغة عالمية من ياسين، وانطلق فوزي غلام حط على طبق لرياض. بوم يا رياض في الزاوية اليمنى، الزاوية التي يسكن فيها إبليس، الزاوية التي لا تصد فيها الكرة ولا ترد. ثلاث أهداف مقابل صفر للجزائر أمام تنزانيا، هذا هو المنتخب الجزائري الذي نبحث عنه، هذا هو المنتخب الجزائري الذي نريده، هذا هو المنتخب الجزائري الذي يرضع الشاق. بالثلاثية يضرب اليوم المنتخب الجزائري في ظرف نعم لا يملك بطاقة صفراء من قبل، انهيار تام لعناصر منتخب تنزانيا. حيلة كبيرة عند رياض محرز الذي لم يستسلم، رياض محرز الذي لم يتوقف، رياض محرز الذي سرق الكرة من الخلف واختطفها وتحصل على ضربة جزاء. صفر حكم المباراة الكامروني لصالح الخضور. ضربة الجزاء من ينفذها، رياض محرز أم فوزي غلام أم ياسين إبراهيمي؟ هذا الثلاثي أم لاعب آخر يخرجه لنا كريستيان غوركوف لينفذ ضربة الجزاء؟ أم إسلام الذي لم يسجل بعد في هذه المباراة ويريد أن يسجل؟ نعم إسلام سليماني
بحثا عن هدفه التاسع عشر. هو ايضا يريد ان يسجل. اسلام يستعد من امام الحارس، مانولا يستعد اسلام. حكم المباراة يأمر اللاعبين باحترام المسافة القانونية ومنطقة 18 متر. اسلام سليماني في محاولة لتسجيل هدفه التاسع عشر مع منتخب الجزائر امام الحارس مانولا في الدقيقة الرابعة منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني. اسلام يتقدم، اسلام يسدد، اسلام جول 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 بالاربعة يضرب منتخب الجزائر. اسلام سليماني يسجل هدفه في هذه المباراة سجودا لله وشكرا له على هذا الاداء وعلى هذه الرباعية اليوم في هذه المباراة. اسلام سليماني يسجل مثلما سجل كذلك ياسين ابراهيمي وسجل رياض محرز وكذلك سجل المنتخب الجزائري بفضل فوز غلام. الكرة في جهة والحارس في جهة أخرى. 4-0 لمنتخب الجزائر أمام تنزانيا. لازم ترجعوا لزمان لكي نجد فوز عريض بهذا الشكل لحد الآن بالرباعية، والأمر لم ينتهي بعد بالنسبة للمنتخب الجزائري. 4 دقائق لعب منذ انطلاق مساعد رفع الراية معتقدا بأن الحارس مانولا ارتكب خطأ من أمام مجاني. ضربة جزاء في تنفيذها الفوز غلام في محاولة لتسجيل ثنائية في هذه الأمسية وتسجيل هدف الرابع. راح يسددها بقوة فوزي، يختار زاوية ويسدد بقوة فوزي غلام ليضيف الهدف الخامس للمنتخب الجزائري. فوزي يستعيد، فوزي بقوة جول، فوزي بقوة جول. الحارس في جهة وغلام كرته في جهة أخرى. 5-0 صارت النتيجة، 5 في عيون الحساد بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي يبهرنا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية ويستعيد ثقته في نفسه ويعيد ثقته أيضا في عشاقه وجماهيره الذين استمتعوا اليوم بهذه الخماسية. ضربتا جزاء وثلاث أهداف في منتهى الروعة عند الدقيقة 60 من عمر هذه المباراة. صارت النتيجة 5-0. فوزي بيسرى يحطها في الجهة اليسرى من مرمى الحارس مانولا. 5-0 صارت النتيجة. أكيد ستصل الستة، 3 في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني. ما زال محافظ على تناسقه وانسجامه المنتخب الجزائري. تعرفوا بأن في الكرة اللاعب أو الفريق أو المنتخب ليكون فايز 5-0 ينقص شوية انضباطه والتزامه وينقص توازنه، ولكن لحد الآن بعد ساعة لعب ما زال محافظ على توازنه المنتخب الجزائري. أضحك شوية يا كوركيوف، أضحك شوية، فريقك متفوق 5-0 في هذه النتيجة وفي هذه المباراة وطمأنتنا اليوم في هذه المباراة، وكأنهم يبحثون عن هدف التأهل إلى الدور الثالث. يعني هم فايزين 5-0، إصرار لهم على إضافة هدف ثالث. الركنية جول 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 جول. مجاني يسجل الثالث له في مشواره، مجاني يسجل السادس للجزائر من كرة من ركنية بالراس. تنويع في الأهداف من ضرب الجزاء وبالراس وبالتسديد وبالمهارات، تنويع كبير للأهداف للمنتخب الجزائري. بالستة يضرب المنتخب الجزائري اليوم أمام منتخب تنزانيا. مجاني يسجل ثالث أهدافه في 48 مباراة لعبها. المدافعون يسجلون والمهاجمون يسجلون، بالراس يسجلون، بالأقدام يسجلون. مجاني يسبق الجميع ويسجل بالراس الهدف الثالث له في مشواره، السادس للمنتخب الجزائري. 3 في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني. بالبراعة والرزانة والهدوء يسجل مجاني الهدف السادس للمنتخب الجزائري أمام تنزانيا في الدور الثاني. الانتقادات التي مسته كشخص كمدرب للمنتخب الجزائري، طبعا تبقى الباب مفتوح لكل شيء. رشيد غزال في تنفيذ هذه المخالفة مرفوعة بالقائمة الثانية بالراس. جول 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 جول. اسلام سليماني يسجل ثنائية في هذه الأمسية ويبلغ الرقم 20 ويتفوق على تاج بن ساولة ويصبح خامس هداف في تاريخ كرة القدم الجزائرية. اسلام من ضربة جزاء سجل الرابع واسلام بالراس سجل السابع. 7-0 لمنتخب الجزائر امام منتخب تنزانيا. 7-0 فزنا فيها امام، هذا هي ابتسامة شوية من كوركوف، قلت 7-0 فزنا بها امام الفولتا العليا في وهران، اتصور في ثمانينيات القرن الماضي في تصفيات كاس افريقيا في ملعب 19 جوان بوهران. نعم
هذا هو الهدف السابع من امضاء اسلام سليماني بالراس متفوقا على دفاع واقف يتفرج على اسلام وهو يرتقي ويسدد بالراس. نعم سددها بالراس مسجلا هدفا سابعا قاتلا لمنتخب تنزانيا الذي فرض علينا التعادل في دار السلام بهدفين مقابل هدفين.